يعني لم يلفت انتباهك فنانة معينة من الفنانات الشابات من الجيل الجديد؟ صراحة لا، كل من القديمة. أيوة، سألني عن منى علي، عن روضة أحمد، عن فايزة عبد الله، عن أمنة حزام، هذا اللي متأثرة به. تقية تقية كمان، تقية تعجبني زفتها. طيب، غادرت الفن يعني نهائيا، لا يستهويك نهائيا؟ نعم، ما غادرت، اعتمرت مرتين خلاص، عندي قناعة من عند الله، ما عادش. هل هي توبة؟ طبعا نقول توبة إن شاء الله. وهل كان الغناء فعلا يعني منكرا لا بالنسبة؟ بالعكس، مش منكرا، أنا تمتعت في لأنه أنت قلت أنا تبت، تبت يعني يعني نبات من أحمد الغناء. تقول أنها تابت أنا واعتمرت مرتين. تبت واعتمرت مرتين، مش إن أنا عم اقتنع إن أنا ما أحبش الفن، لا، أنا أحب الفن وهواية الفن، بس الطاقة عندي خلاص تعبت فوقفت، مش إن أنا زعما ما أحبش الفن، الفن أنا لا أحبه. بس أنت اللي قلتي يعني أنا أنا تبت. ما أقولش، أنا تبت من الفن والغناء وتعبي، أنا مش من الفن كله، لا، ما فيش حاجة ثانية. من الفن أنا أستمع للفن، كيف ما أستمع له. طيب، أثق فيه. كيف تنظر الفنانة نبات أحمد للوضع بشكل عام اليوم؟ يعني هل سينتصر اليمن على إن شاء الله، العدوان برأيك؟ إن شاء الله بفضل الله بننتصر، والزعيم الله يعطيه طولة العمر، عمل كل شيء. عندي أحسن سعادتنا أيام ما كان علي عبد الله صالح رئيس جمهورية، كان الأمان وكان الفلوس وكان الاستقرار وكان. أنت ليش تقول لي ليش اقتنعت من الفن من الأوضاع من 2011؟ لأنني تأثرت بالمواقف، عندما خرجوا يقولوا يسقط النظام يسقط النظام، على ايش يسقط النظام؟ قلت واحنا من الله في خير، واحنا كنا عايشين في سلام وعايشين بامان وعايشين بسلام في ظهر الزعيم علي عبد الله صالح، ما قصر في اي شيء. 33 سنه عشنا من احسن ما يكون. يخرج يقول خلاص تعقدت من 2011، مشان كذا انا بطلت الفن لو تسالني كيف. يقال بأن الفنان نبات أحمد تعرضت لعدوان خليجي في وقت مبكر قبل أن يتعرض اليمن لعدوان سعودي، من خلال سرقة أغنيتها كان ودي نلتقي، هل هذا صحيح؟ أنا غنيتها يا سيد الناس، ضاع الحق وين اشتكي، أسطوانة هم سرقوها وقالوا كان ودي نلتقي، وشلوا الحن كثيرة من الحنة، مش إلا هذه الأغنية وبس، في أغاني كثيرة شلوها. عليك سموني وسمسموني حق أنا، في غناها محمد حمود الحارثي، غنوها وشلوها وما يذكروش إني أغاني يمنية، نسبوها وخلاص المهم يغنوا وبس. أيوة، فزعلت. أتذكر هذه الأغنية معك، كيف كانت الكلمات؟ ضاع الحق ضاع الحق وين اشتكي، لا صيحت ورا برا، من جاني من الاصدقاء يحلف لي وبعدين عاد، هم قال كان ودي نلتقي، ما ادري ايش الكلمه حقهم هذه، انا سمعتها الا مره واحده. عندما استمعت لهذه الاغنيه زعلت. هم حسنوها ودوها حلوه، مش ان ما جابوهاش حلوه، حسنوا مع الامكانيات، انت تعرف لك الجهازات عندهم حلوه يعني يقال بانه الفن اليمني ولد ميتا يعني من خلال. بالعكس، فننا احسن تراث، وفننا يسرقوه العالم الا ما فيش بحث ولا ذي متابعه، ولا مسقط يغنوا من الحانه، السعوديه يغنوا من الحانه، الكويت يغنوا من الحانه، قطر تغني من الحانه، بس ما فيش تدقيق. لا يعني اختصار الفن التراثي اليمني على آلة أو آلتين، على 3 آلات أو 3 آلات. آه يعني على 3 آلات دون تطوير إلى آلات يعني. أيوة، طورها. يعني ألا تعتقدي بأنه هذا يجعله محصورا ومحدودا في الانتشار؟ أيوة، هما محصور فعلا. ليش؟ قل لي ليش محصور. ما فيش الإمكانيات الذي تشهره، الفرق مثلا، الجهازات يعني تختلف الإمكانيات عندنا ويختلف الإمكانيات في الخليج.
من شان كذا يشتهرين الحال، اي اللحن يمني يغنوا يشتهر. الحانة حلوة. باعتقادك الفن اليمني هل تطور اليوم ام انه ما زال طبعاً. ما زال يعني لا 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 هم تطور. وشوف لما غنى ابو الاستاذ الكبير ابو بكر سالم بالفكي كم غنى، محمد عبده مش غنى من الحانة اربع اغاني مدري كم او خمس اغاني لحلها المرحوم محمد مرشد ناجي وطورها. ليش طورها؟ مع الامكانيات عندهم متوفره فتطورت. ما قال المعنى قالناها محمد عبده وهي لحن يمني غنوها كثير، بس هي تشتي اللحن الحان نحن يشتي لها تطوير ويشتي لها تشجيع. طيب الشباب هل قاموا بالدور؟ هنا الغلط، ما فيش تشجيع ما فيش دعم. يعني الفنانين الشباب الموجودين اليوم على الساحة هل أسهموا أم أنهم ما زالوا يردون نفس الألحان نفس الأغاني والذي قنوها القديمي مثلا؟ لم يضيفوا؟ ضافوا بعض أغاني لكن أين التطور؟ يتطوروا بالفرق، يغنوا بالفرق. فهمت علي؟ مش العود والإيقاع بس واصل في تلفزيون في إذاعة في غنوا ويطوروا الفن بالآلة بالفرق. فرقة الموسيقية من كل الجهة مثلا فرقة كاملة تكون مكتملة، وهناك الفن بيرتفع شانه ويحاولوا يغيروا من مثلا غنها الحارثي كم أعضاك قلدها والثاني يجي وقلدها، لا يبحثوا عن الحان وكلمة جديدة. واحنا غنيين عن التراث عندنا باليمن. في حد في فنان بي او فنانه تقلد نبات احمد؟ ايوه في في حفيظة العروسي قلدتني بعض من بنات العروسي يغنن ويقلديني بس هن ما يظهرنش على يعني الفاز. ما ميزه نبات احمد او او او, أو الذي ما الذي يميزك عن غيرك من الفنانات مثلا؟ والله هذا الشيء راجع للجمهور مش لي انا. اما بالنسبه لي انا اقدر كل فنان وكل فنانه ما وكل انسان في عمله، كله كل انسان في عمله سلطه. واتمنى لهم التوفيق بس اشتيهم يجددوا يجددوا. اما بالنسبه لي انا فالجمهور يحكم مش انا احكم على نفسي. ما الذي استمعتي له من خلال الجمهور؟ هل انصف نبات احمد؟ هو ما بش انصاف انصاف لكن كذب الانسان يقتنع بالامر الواقع. لا يعني كنت تحظي بانه انت كنت ربما اكثر الفنانات احيانا لحفلات الاعراس. يعني كان زمن نبات احمد يعني زماني حلو. ايوه طبعا كانوا كلهم الناس يحبوني واكثر جمهوري الحريم. يعني اي عرس كان ما يصبر الا بنبات احمد. مش ما غير في صنعاء في انحاء الجمهوريه يجوا يعربوني من قبل ثلاثة أربعة أشهر لما يوصلوا على اساس يحجزوا لا يجوا ناس مع مثلا يحجزوا من تعز من الحديده من اب من ذمار من صنعاء خلاص لم ثلاث تفتر في العطله ما عاد حصلش نبات احمد. كان يمتلي الدفتر؟ كان يمتلي الدفتر يعني يحجزوا من قبل رمضان. من قبل ما يدخل رمضان ايوه من شعبه الى فالذي يجي ما عاد يجي يحصلش. وكانت معي فرقه كامله واحده ايقا واحده دف واحده دم واحده. ايوه يا استاذ احمد ما عاد تشتي تتسال. كم اعلى اجر تقاضته نبات احمد في عرس؟ انا اتقاضى اجر معين وكان فيه بركه يعني كان محدد كنا نجر 7000 لي وللفرقة. 7000 وقالوا نبات أحمد بتجر 7000. هذا في البداية يعني؟ في البداية. آخر أجر تقاضيته يعني كم كان؟ 30 40 40 ألف.
اليوم كم يتقاضين الفنانة؟ اليوم قاضوا 300-400 أقل شيء. لا تأخذك الحسرة؟ لا. تقولي لا. يعني لأنه كانت 7,000 أحسن من 1,000,000 الآن. 7,000 أدي للفرقة منها وأوفر منها وأصرف منها والحمد لله كان فيها بركة. أقول لك كان أيام الزعيم بركة في كل شيء وكنا عايشين حلو. نحن عاد احنا عايشين حلو بالمفتوح. سأنتقل أنا وأنت والمشاهد الكريم إلى فقرة صورة، لكن نذهب أولا إلى فاصل قصير. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود إلى هذه الحلقة مع نبات.